هذاك الوقت ما كانش ماسنجر ولا واتساب يعني تتواصل مع العائله، كيفاش كنت تتواصل مع العائله سيدة زروات؟ كان عندنا تليفون كنت فكرها نضحك، كان عندنا كابين داخل إقامة أسمع داخل المون ديرو لاشين بس صبنا لها صبنا لها أستوس بلوكي واب 500 أكي أجوز حضرت حبسي خلاص أكي أجوز كنا سمحيني هذاك الوقت اللي كان مسؤول في انتصارات الجزائر إذا كان ما كانش عارف الثغرة وين كانت في لي فاكتور اللي كانوا بزاف فربما كانت الإقامة الجامعية هبطت مرة العاصمة متكلمش كانوا كاينين لي كابين دوك نحاوهم هذيك اللي ندخلوا فيها فدخلت باش نتكلم أنا كنت واقفة ندير هكذا واحد طبطب لي كي حليت له كان واحد شوية مجنون ضربني ضربتي معاه؟ ضربني باش ضربت معاه باش نكمل ايام الجامعه كانت حلوه هذاك الوقت لانه ما كانش المعايير تاع دروك يعني اسمع كان فيها كل شيء انت ليس لك لا تليفون ولا 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 اي طريقه الا انك ولكن هذا نظن كل العالم مر بهذه المراحل وكل مرحله عندها ايجابياتها وسلبياتها الجميل في وقتنا اننا كنا مانيش عايشين في ضغط لا انت دركا واحد يكلمك في الموبايل وما ترجعش يقعد يكلم فيك بدون انقطاع اربع خمس مرات سته يمكن ازعاجك حتى في الليله ال 11 تاع الليل صحيح عندك ضيف تبعث له على ال 11 الاخر يبعث لك خبر موش مليح يبحثوه لك في الليل صحيح صح ولا صحيح. لا اصبح هناك ضغط نفسي كبير نحن لسنا في حاجه اليه لسنا في حاجه لذلك الان هذا اصبحنا رهائن ومسجونين داخل هذا الفضاء التكنولوجي اللي سمم لنا العلاقات واصبح حتى انه يدخل في ابسط التفاصيل في حياتنا الشخصيه في كل شيء درك يسجلك يهضر احنا بكري ما نتكلم على واحد غدوه تبدل رايك كان البارح كنت نمزح ولا درك لا في ديك دقيقه هو في سابق كان في حق النسيان لانه من حق صح. كل واحد انه ينسى جانب الانسان نعم. تعرف كان فيه هكذا تذكر كنا حتى نحكي اشياء وكنا نتبع اشياء كبار علينا بالنسبه للاغاني نروحوا الاغاني تاع الطرب كنا نتبعوا الحصص تاع الاذاعه تجيبوا هذاك البوست هذاك الصغير ونحمسوا نحمسوا باش نسمعوا الاذاعه انا كنت كثير من المذيعات اللي بعد تلاقيتهم خرجوا تقاعد كان فيه واحد التواصل غني جدا جدا نحكي وحده تحكي على راسهم كيفاش دايرين وحده تحكي العلاقات وحده نحكي اشياء نحلوا مشاكلنا